بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصره في التربيه الخاصه ونبقى مع الوحده السادسه قضيه تاهيل وتوظيف ذوي الاعاقه ونتناول الدرس الخامس اختصاصي التشغيل المهني لذوي الاعاقه ونتناول اول شيء صفات اختصاصي التشغيل وهي موجوده امامنا الان الاهتمام بذوي الاعاقه وتوفر الرغبه الحقيقيه في مساعدتهم ايضا ان يكون مدركا ومنتبها لاحتياجات ذوي الاعاقه وله درايه بالمشكلات التي يواجهونها، ايضا يكون قادر على مساعدة ذوي الاعاقة ضمن المشكلات التي يواجهونها، وأن يتميز بالصبر والتحمل والمتابعة، ايضا ان يتصف بالمعرفة الجيدة بطبيعة الاعاقة وخصائصها، طبعا خصائصها الجسدية والنفسية للاعاقة وعلاقتها بالمتطلبات المهنية، ايضا ان يتصف بالقدرة على العمل كعضو فعال في فريق التأهيل، وفريق التأهيل طبعا يضم اختصاصيين مثل تأهيل واطباء لو انتقلنا الآن إلى مهام اختصاصي التشغيل، له عدد من المهام، من هذه المهام تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي العمل، وتحديد المؤهلات المهنية لذوي الإعاقة المتقدمين للعمل، وذلك بعد الحصول على معلومات كافية عن خبراتهم بالعمل والتدريب المهني وخصائصه الشخصية وميوله، أيضاً تقديم الإرشاد والتوجيه للأشخاص ذوي الإعاقة حول فرص العمل المتوفرة والممكنة. أيضاً تقديم المشورة لأصحاب العمل حول إمكانية تكييف بيئة العمل بحيث تسمح أو تسهل استخدام العمال ذوي الإعاقة، أيضاً الدراسة المستمرة لسوق العمل لمعرفة المهن المطلوبة، وتحديد مواقع وأماكن وجود فرص العمل لذوي الإعاقة عن طريق عدد من المصادر مثلا الأعمال وظائف الشغل في مديريات ومكاتب العمل أيضا مثلا عن طريق الاتصال المباشر مع الشركات والمصانع والمؤسسات الصناعية والتجارية أيضا عن طريق إعلانات الصحف والمجلات أيضا عن طريق منظمات أصحاب العمل ونقابات العمال أيضا عن طريق غرف التجارة والصناعة ممكن أيضا من مهامهم متابعة ذوي الإعاقة في أماكن عملهم وهنا يتابعوهم لاهداف عده منها تقديم تسهيلات تساعدهم على التكيف في العمل وضمان تحقيق الاستقرار الوظيفي وايضا من اهداف متابعتهم ضمان تحقيق ارباح ذوي الاعاقه الاقتصاديه والاجتماعيه وايضا من مهامهم الاتصال والتنسيق مع اصحاب العمل لتامين عقود لذوي الاعاقه. لو انتقلنا الان نتكلم عن العناصر التي تتعلق ب قدره ذوي الاعاقه على العمل هنالك عناصر تتعلق بذوي العلاقه انفسهم مثل كثير من هذه العناصر مثلا نوع ودرجه الاعاقه سبب وزمن حدوث الاعاقة، درجة التكيف مع الاعاقة، مثل القدرة العملية والعقلية المتبقية لديه، ايضا محاذير العمل لدى هذا الشخص ذوي الاعاقة، مثلا التشخيص الطبي والمهني، وهنالك ايضا عناصر تتعلق بالبيئة الاجتماعية، هذه العناصر مثل بعد البيت عن مكان العمل والتدريب ووسائل المواصلات، اتجاهات اصحاب العمل والزملاء نحو ذوي الاعاقة وعمله، ظروف العمل في المؤسسة، ظروف الاسرة ونظرتها نحو ذوي الاعاقة وعمله، ايضا امكانية التدريب اثناء العمل. لو انتقلنا لنتحدث نتحدث عن مقترحات لتسهيل تشغيل ذوي الاعاقة، هنالك عدد من المقترحات نتناول ثلاث مقترحات، اول شيء التدريب الصحيح، طبعا يعني هذا يعني نتدرب ذوي الاعاقة على مهن تخفض الى اقصى درجة ممكنة من أثر الإعاقة على الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك أن تكون رائجة مساعد ذوي الإعاقة على الكسب المادي والتقدم المعنوي، أيضاً توعية ذوي الإعاقة وصاحب العمل، طبعاً التدريب وحده لا يكفي لنجاح ذوي الإعاقة في العمل، بل يجب توعية ذوي الإعاقة بطبيعة موقف المجتمع وأصحاب العمل من ذوي الإعاقة والإعاقة بشكل عام، أيضاً القوانين الناظمة، هذا أحد أساليب توفير فرص العمل لذوي الإعاقة عن طريق وجود قوانين تضمن نظام كوتا حصة ونعني بها كما قلنا الزام صاحب العمل بتشغيل اشخاص ذوي اعاقه يتفق مع نسبه محدده من اجمالي عدد العمال لو انتقلنا لنتحدث عن قضايا ومشكلات التاهيل والتشغيل بشكل عام من هذه القضايا والمشكلات قضيه كوادر التاهيل الطبي والاجتماعي والاكاديمي والمهني وايضا قضيه كلفه عمليه التاهيل وقضيه توفر فرص العمل لذوي الاعاقه وايضا قضيه جدوى التشغيل في المشاغل المحميه وايضا قضيه الاشراف والمتابعه لعمليات التاهيل